رمضان صبحي على العتاب فرونتينا. نرجع بقى نتكلم شويه بقى على رمضان. ماتش خلص خلاص، هنتكلم بقى دلوقتي على رمضان. ندخل على الماتش اللي بعده وتلاقي الكلام على رمضان وقف، بعد كده يخلص الماتش تتكلم على رمضان. كل ده عشان هو اللاعب اعار سنه، فالكل بيتنبأ مستقبل اللاعب اللي بيتألق. هو ما كانش في يومه بصراحه في ماتش النجم الساحلي بصراحه يعني، وهم لعبوا على جانب رمضان ومعلول يعني، فبالتالي رمضان راح ناحيه يعني ظروف المباراه. لكن المهم يقال ان فرونتينا داخل على الخط بقوه مع هدرسفيلد، وبيحاول ان هو يخلص في اللعب بعد انتهاء اعارته مع النادي الاهلي. الكلام سابق لاوانه، ومحدش عارف ايه اللي ممكن يتغير في يوم وليله يعني. واللي احنا نعرفه واللي احنا متاكدين منه 100% ان رمضان مكمل لحد الموسم، لحد اخر الموسم. لما نيجي مع نهايه اخر الموسم كده هنشوف المفاوضات هتمشي ازاي، سواء من النادي الاهلي، من رمضان، هيكمل هيطلع بره، هنشوف الامور هتمشي ازاي يعني. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، معانا اخبار محليه وعالميه نشوفها، يلا بينا.